سير سير ورينا ورينا في الفايت. سير ورينا البلاصه اللي لقيتو فيها. وما فين لقاو؟ لقاو وسط هذاك. هبطت كنجري معاه ما بقاش شهر ربعه وشي حاجه، ما كان المدام قالت لي هذا كيقش فمو. قلت لها ما يمكنش كيقش فمو، هو دا هو يقش ما يمكنش. قالت لي طلع نغوتو على خو ولدها في التروازيام، فهمتي؟ طلعنا حنا التروازيام انا والمدام باش ندقوا باش يهبط يحل لنا الباب. لقينا حال الباب وهابط بالراس، تبعت تابع الاطراف ديال الدم بالدروج، فهمتي؟ تخرجنا تشمنا لا يحيونوا في هذه الشركة يا خويا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنشوفها في الأفلام أخويا داك الشيء، ما نكذبش عليك والله، ليش داك الشيء بعين يا ما لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه ويوسع عليه في هذه. كان مشدود مع أصحاب الإرهاب، كان باقي صغير وش كي واحد المعلم ديالو ما خلصوش، وصل خو نهار غيديو أصحاب الإرهاب جروه معاه وضرب 10 سنين خرج كان الحرت اللي خرج قاد الديور معروف باش فهمتي. معنى قال لك مريض شويه. نساني خرج هو خرج مريض. مريض تداو تحل لنا العافيه هنا في الجرده. تداو طيط من الليل. تداو حتى صح حتى صح تقول هذا صح. شنو كيقول في هذيك الوقيته باش خرج باش ما كيهضرش. ما كيهضرش كياكل الطريطمو ديالو عادي. كيتعامل عادي. عادي. الله يرحمه المسكين وهذاك الشيء هو كان مشدود مع الارهاب. ودوز 10 سنين ديال الحبس، وملي خرج هذاك الشيء ملي كان باقي في الحبس لقى بواه مات مسكين توا، خرج شويه بحال مريض في راسو، تسمعنا مع الصباح تقريت على رش الدم وراك على راسه، مريض من ديك 10 سنين خرج مريض، كان شي مشدود مع الارهاب، ضرب 10 سنين ديال الحبس، ودوز 36 وما ضربش فيها بزاف وخرج، خرج هو يدير الجريمه المو مسكين، قطع على راسه، مرت خويا ديري مات مسكين. مرت خويا والله شي حشومه عليه، اقسم بالله العلي العظيم بالاخلاق الدنيا والدين شي حشومه عليه. راه هو اول حاجه انا ما نعرفوش مزيان، هو ولد الدرويش كيما نعرفوش، ولا الدرويش يقول لك ضارب 10 سنين ديال الحبس، ورد لامك هذيك الخير اللي دارت فوق ديال 10 سنين ديال الحبس باش غترد لها بالطريقه، راه حشومه عليه والله شي حشومه عليه. وانا كنت نبيع 20 شريف في العواشر، ولد الدرويش كاع شي عارفهم كنت نبيع 20 شريف في الطين والشوايج، كان حدايا مسكينه داير واحد الطابله والله شي ضارب عليهم شماره، اقسم بالله العلي العظيم. ما جبوا هذا راجل مات شي 12 عام دابا باش مات، وهي مسخسخه معاهم ومكافيه معاهم هي اللي خدام، حتى واحد في ولادها ما خدام، كلهم كبار كلهم بخير الا واحد واحد صغير بان لي خدام. هاد اللحية خويا شتي اللي دار لامو والله شي حشومه، انا تعطينيش الراي ديالي ندير الام ديالي هادشي حاجه بيزار اصح والله شي حشومه عليك. يعني تفاجئتو انتوما؟ انت صاحبي راه العالم خدم الصحافه جاج فهمتيني، شويش بالك دوزها مجاج راه عيبه شي راه ماشي قانون. حنا بحال هيك حنا فشي غابه اللي سبع شي ياكل الفريسه ديالو بحال هادشي. دابا هو خدم رجال السلطه الصحافه الدوله كاع خدمه شمال، وراه دايره ماشي طريقه ديال الام ديال والله ما عرفتش اخويا الام ديالك دارت لك شي حاجه خلي لها البيت ديالها وسير تقلب على راسك ترى راجل، ماشي دير لها ديك الحاله تقطع على راسها حيد اخويا الله يغفر لها. الله يا خويا ماش نعرفونا، قال لك الله خارج من 10 سنين ديال الحبس كان هو مريض، كان مريض حتى هو مسكين الله راه اي واحد ما كاينش واحد غيدير شي حاجه بحال ما هو حتى هو الله يهديه وصافي. وتلاقينا خبر قال لك مع 4 الصباح شي واحد قتل امه، ملي جينا لقينا الدري هذا كنعرفوا قديم مسكين كان مريض كان مشدود واقيلا شي 10 سنين ديال الارهاب واش بالصح واش بيعطى الله ولا شويه مسكين ملي خرج خرج بحال شي هو هذاك مرة يدير شي حاجة ماشي هي هذيك، مرة يهز بنو مرة يهز شي حاجة ما ساوية والو، مرة ملي جينا دابا لقينا مسكين السيد هذا راه قتل مو واحد، انا ساكن بعيد عليه شوية مازال ساكن لتحت هو ساكن هنا، واللي كان دري تنعرفو قديم كان بعقله واللي كان في الاخر مرض وهز يعني القرار ديال مو وشوف الله كيفاش هو داك الشيء هذا مشكل داخلي ما تقدرش تحكم عليه بينه وبين امه الله اعلم كيفاش قتلها الله اعلم. الدري كنعرفوه على برا كنعرفوه شويه ماشي هو هذاك مريض عقليا
مريض عقليا وزيد ثاني مريض وشوف اي دير الله يستر شي حاجه او الله اعلم عاود ثاني ما عرفتش كيفاش قتل امه الله اعلم. انتم كاجيرين تصدمتوا من الخبر هذا ديال ربما غتقتل واحد قتل وما تصدمش راه غتصدم غتمرض اصلا كتمرض كيفاش امو عرفتي لما شنو كيقتلها ولدها راه شي حاجه صعيبه ما تقدرش تحملها اي واحد ما يتحملهاش وعاوتاني الله اعلم مسكين بينه وبين الله اعلم هي مسكينه الله يرحمها وهو مسكين طلب الله سبحانه وتعالى داكشي بينه وبين امو الله اعلم هو مثلا راه مريض وراه الشيء اللي كاين هو هذا الشيء اللي كنعرفو كلاش متيقين في هذا الشيء ومن جينا لقينا هذه الجريمه شو السيده اش دارت السيده ولا حول ولا قوة بالله نعمة بالله ولا حول ولا قوة بالله خويا وباقي ماشي غتصدم مشكلة دابا واش والديك صاحبي تذبح الوالدة ديالك وتهز العنق ديالها وتربيه راه منكر هذا ولا حول ولا قوة بالله لا حول ولا قوة بالله خويا نعمة بالله ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم